وخياتي كراكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله عندي لكم وصفه اكسبريس، اليوم عندي لكم مقعد ميكسر اول مره على اليوتيوب، مقعد بطريقه سهله وبسيطه، مقعد الكوشه. غادي نرسل لكم الحبه باش تشوفوا النتيجه. شوفوا يجي روعه، يجي دوف في اليد قبل من الفم. هذه وصفه صدقوني تولم بزاف العاملات، تولم كذلك الناس اللي ما عندهاش الوقت. كما تعرفوا الدوين تاعها كاين اختبارات، تولكم بالبزاف الطريقه في 5 دقائق توجدي. قدام نشوفوا الفيديو تاع نهار اليوم، شوفوا وصفه تاع نهار اليوم، قولكم ما تنسونيش بلي جاوب لي كومونتير هكا باش تحفزوني اكثر واكثر. نبدا بسم الله على بركه الله بالمقادير اللي نحتاجها في هذه الوصفه. عندنا كيله تاع زيت، انا غادي نكيل مقادير قليله، نتوما غير تعرفوا المقادير لكم الاختيار. كيله تاع زيت، المهم الكيله تكيلوا بها الاولى، كيلوا بها جميع المقادير. كيله تاع السمن يكون بارد دايب وبارد، غات فيها شويه نورمال هذه، وكيله نصها ماء نصها معصر. ونحتاجو ملعقه تاع فانيليا معها ملعقه تاع سكر سكر عادي ومعها رشه تاع ملح. عندنا الفانيليا والسكر، الفانيليا والسكر هما اللي غادي يعطيو هذاك الاحمرار الشباب. بالنسبه للملح كما تعرفوا ديك القرص تاع الملح لازم توجو، خصوصا الوصفات اللي يكونوا فيها السمين لازم توجو تكون كاينه هذيك الرشه تاع الملح باش تعطيها ذوق شباب، تعادلنا الذوق تاع الحلاوه. خلطوا جيدا المقادير مع بعض بهذه الطريقه، وهنا السر باش ينجح لكم هذا المقروض ويجيكم شباب ويجيكم كما حنا نقولوا يدوب في الفم. السر انكم تجيبوا ميكسر، تجيبوا ميكسر تطحن جميع المقادير هذه مع بعض، تخلطوهم مليح مع بعض حتى كيما حنا نقولوا يندمجوا جيدا وتحصلوا على خليط يكون كريمي. عاد كينا نبداو نضيفوا لهم المواد الجافه. انا غادي نخلط بالبغام مليح جيدا حتى يندمجوا هذوك المقادير مليح مع بعض باش ما ندير لكمش الحس ونقول لكم. من بعد ما خلطناهم كامل مع بعض كيما تلاحظوا الخليط تاعنا ولا كريمي، هذوك المقادير اندمجت مليح مع بعض بهذه الطريقه، تحصلنا على كريمه. خلوهم على يجي دروك نروحو المقادير الجافه. شنو نحتاجو؟ عندنا نحتاجو كيله تاع فرينه اللي هي الطحين، نحتاجو رشه صغيره فقط تاع خميره الحلويات. هنا خميره الحلويات تقعد لكم على حساب الكونتيتي تاعكم اللي غادي تخدموا بها، كل ما تكون الكميه قليله كل ما تنقصوا هذيك الخميره على حسابكم وديروا حاجه قليله فقط. خلطوهم مليح مع بعض بطريقة هذا الشكل حتى يندمجو مليح مع بعض. ضفنا الكيلة الأولى، أنا غلطت عندنا زوج كيلات تاع فرينة، ونضيفو دروك الكيلة الزاوجة تاع فرينة بهذا الشكل. خلطو مليح، أنا بعد ما خلطناها مليح مع بعض دروك نروحو للسميد تاعنا. هنا غادي نهضرو شوية على السميد باش نطولكم الفيديو باش تفهمو أحسن وأحسن. هنا النوعيه تاع السميد، انا غادي نخدم بالنوعيه هذه تاع السفينه كاتبين نصف غليظ. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش هذه النوعيه، الاخوات اللي ما عندهمش النوع هذه النوعيه يقدروا يخدموا بهذه تاع ماما كاتبين فيها خشن. لازم يعني السميد تاعنا، انا مش ندير في الاشهارات بصح باش نديكم المدبيه ديال الوصفه تاعكم تنجح لكم احسن واحسن. السميد تاعنا ما يكونش خشن بزاف كيما تاع قلب اللوز، وما يكونش متوسط كيما تاع المبسس، لازم يكون بين وبين. هذا هو السميد تاعنا. دروك نضيفو السميد على حسب ما تكلنا الخليط. نعاود نكيلكم بالكيلات، بسم الله. ها الكيلات الأولى تاع السميد، نحتاجو الكيلة الزاوجة، بسم الله. نخلطو مليح. هنا كمية السميد تقعد لكم على حسب الكونتيتي اللي كدايرينها. نحاول نعطيكم المقادير مضبوطة. ها الكيلة الزاوجة، مزال الخليط تاعنا ما تخلطش مليح، ما تخافوش من هذا الخليط صدقوني. هذا المقروض عطاه لي الأخت والصديقة الغالية على قلبي بزاف بزاف بزاف، اللي هي صاحبة مؤسسة بيزت سكول. هذه المؤسسة اللي أنا نخدم فيها نقرر فيها. هذه مؤسسة فيها عدة تخصصات، نوجهها تحية ونقولها ربي يحفظك ربي يخليك ليا. هذه الأخت اسمها أم يدي، نوجهها تحية خاصة خاصة خاصة،
وقالت لي شاركي هذا المقول مع خواتاتك باش ينشفوا فيه من اول مره. انا ايش الخاتم تاعنا مازال خاصه، انا في كيه تاع السمين نلمو حتى نحسو بيه نقدرو نشكلوه. هنايا انا نحاول من العند ما نبغيش نقطع لكم الفيديو باش نفهمكم احسن واحسن، باش الاخوات المبتدئات يفهموا فيه يفهموه احسن. وهذا المقود ستقولي ما تخافوش منه، في دقيقه على وقفه ديروه ساهل ماهل كيما حنا نقولو. ها هو العجين تجو حوالي 3 كيلات تاع سميد، ها هو الخليط اللي تحصلت عليه. نتوما الكيل تكيلو بها الاول المقادير كملو بها جميع المقادير. هاهو الخليط تاعنا تحسن، ما يكونش كيما حنا نقولو جامد بزاف ناشف بزاف، وما يكونش طالق روحها بزاف. شوفو درجة أننا نقدرو نشكلو بكل سهولة. ها هاهو الخليط اللي نحتاجو. أنا غادي نخليه يريح 5 دقايق فقط ونروحو نخدمو مع بعض التمر اللي غادي نحتاجو للحشو. نروحو دروك للحشو. الحشو هنايا كيما تلاحظوا جبت كميه من التمر فورته عادي، كاين اللي يقولها التمر تاع البطانه بالنسبه للشرق اخونا في الشرق، وبالنسبه حنا في الغرب نخدموا بالحمر تاع التميره. فوروه ومن بعد نفوروه نمرسوه مليح، ومن بعد نضيفوا له كميه من الجنجلان وكميه من الفانيليا وكذلك كميه من القرفه وشويه تاع القرنفل باش يتعدى القشبير. هنا كيما تلاحظوا جبته كورته كامل، كورت الكورات اللي نحتاجهم مية. الكرة هنايا باش الأخوات يدو المقادير مضبوطة، الكرة الوزن تاعها حوالي 15 غرام. أما بالنسبة للمقود تاعنا كيما تلاحظو بعد ما فات عليه 10 دقايق شوية شد روحه مليح، الوزن تاعها حوالي 35 غرام. بهاد الطريقة باش الحبات تاعكم يجيكم كاع كامل على حبة، هاذيك بهاد الطريقة 35 غرام. نجيبو الحبة تاعنا راح تقفل الوسط، كان اسهل من هذا المقود ما كاينش. نحطو ديك الحبه الحشو، هذا الحشو اختياري لدى التمر كما نعرفو كاين اللي يبغي الكوكاو. الكوكاو تما طحنوه مليح وزيدو معاه شويه سكر وزيدو معاه كذلك ماء الزهر وخدمو به عادي. بعد ما كورناه بهذه الطريقه نجيبو الطابع اللي غادي نخدمو به، كاين هذا وكاين هذا بهذا الشكل. طريقة سهلة وبسيطة، نحطو حوالي بهذه الطريقة، بهذا الشكل، نجيبو نديرو هكا، هذا الشكل تحصل عليه، ونديرو في صينية، أنا غادي نكمل بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الحبات، ونقولو مع بعض نقولكم طريقة الطهي تاع المقرود تاعنا. هنا بعد ما كملت طبعت كامل الحبات، هنا عندي ملاحظه نعطيك بالنسبه للاخوات، لكن خدمتي كوانتيتي كبيره تاع مقرود وشتي العجينه نشفت لك شويه تقدري ترشيها فقط بشويه ماء الزهر. هنا نشوف طريقه الطهي. نحمر الفوت تاعي مليح درجه حراره 180 وندخلو المقرود تاعنا يطيب. هنا يشد لنا الوقت، يشد لنا حوالي من نص ساعه من 45 دقيقه حتى ساعه باش يطيب وياخذ تحميره شابه، ويكون في نفس الوقت الحسن تاعنا يكون بارد باش نخدمه مع بعض. هنا بالنسبه للكميه شحال قطعت لي، هذه الكميه درت فقط بول صغير، قطعت لي حوالي 24 حبه. انا غادي ندخلهم يطيبوا، كي يطيبوا نولوا مع بعض نوريكم طريقه التحسير تاع المقرود تاعنا. هنا دروك نروحو لمرحله التحسير. بعد ما طاب المقرود ودا لون شباب احمر كيما تلاحظوا عاد حامي، شوفوا اللون اللي تحصلنا عليه. هنا نجيبو العسل، العسل هنا طيبته في الدار فقط ونكهته، درت فيه القرنفل ودرت فيه شويه ليمون ودرت له شويه قرفه تحصل على هذا اللون. طيبته هنا في الدار فقط. بالنسبه للاخوات اللي يبغوا طريقه صنع العسل منزلي نحطها في القناه في فيديو قديم قديم. هنايا والعسل تاعنا لازم يكون شويه خفيف باش نعسلو المقرود، لكن بعد المقرود تقدمو في نهاره عسلو كي يكون المقرود تاعنا حامي عسلو. ولا كان باغي تخدموا كيما بعض الاخوات يخدموا لي كوموند ولا يقدروا يخدموا يخبوا في علبه حتى نهار يبغوا يدوه الزبائن، على كان يعسلوا سيعسلوا في عسل يكون ساخن. انا غنعسله بالطريقه غطس ونخليه هكا
كما نعرفوا المقود تاع الكوشه يشرب بزاف الحسب، ماذا بيكم تخليه يتعسل مليح. انا عم نعسل هذا المقروط، ومن بعد نعسل العسل التعسيله الاولى، ومن بعد نخليه يبرد تماما، نعاود له تعسيله الزوجه بحسب يكون ثقيل، التعسيله الاولى بحسب يكون خفيف، والتعسيله الزوجه بحسب يكون ثقيل، ومن بعد نتلاقاو مع بعض نولوا نوريكم كي جا داير المقروط في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع المقروط تاعنا بعد ما عسلنا زوج تعسيلات، قدمته بهذا الشكل، التزيين قلت لكم اختياري. شوفوا كيجي داير، صدقون يجي شباب، يجي مرمل، يجي روعة روعة روعة. غادي نقسمه لكم باش تشوفوا كيجي داير. شوفوا ها يتفتت وحده، ها يدوب في اليد قبل ما يدوب في الفم، ويجي معمر علامة بالحجم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبكم هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع نهار اليوم. دوك ما عليا نقول لكم الى الملتقى، الى فيديو اخر ان شاء الله.